لحظة. وي. أنا لم أقل. لا لا شفتي شعر. هذا شعر يعني. لا شفتي شعر أنا على بالي فيك بلي ما تغلطيش. شامي تغلطي. بصح أنت جبتي شعر. أيوة. الشعر هذا أنا أثر فيه. مازالوا ولاد الامير عبد القادر اكيد ومازالت المراه في الدار اكيد ومازالت الراجل يفضل السيطره تاعه ومازال الراجل ماهوش طماع في المراه صح مهما تكون الصفه نتاعها صح المراه ماكور معليش ما نقولوش ما تخدموش تخدم وحده كيما انتيا فرمليه نحتاجوها بيلوت نحتاجوها في الطياره مش مشكل بصح من هب ودب من رجال هذا متاخر الزمان يقول لك انا نجيب مراه تخدم على الطمع يسمع لها في اللابيل تاعها ويسمع لها ربي سبحانه وعز وجل في الحديث يقول لك دراهم المراه حرام كيفاش انت تديهم؟ فهمتيني؟ افهمك مصطفى صحيتي بارك الله فيك لكن انا باش نتزوج علاش؟ باش نرتاح باش نتهنى باش نروح نلقى روحي انا وشني المراه؟ المراه ورده في الدار شمعه تضوي نلقى الماكله نتاعي سخونه نلقى فراشي كفاه نلقى داري مسيقه نلقى وليداتي يزغدوا ولا هاي الحياه نتاعك مش حياه نتاع دراهم تلقاها زبلها وتجري وين رايحه؟ اديني رايح نحطها في الحضانه ومن بعد وين رايحه؟ رايحه نخدم رايحه الجميع قلبها مقطوع علاه؟ انت يا اخي زوجتي باش تهناش وتصرف فيه تقول له كان تبطني من الخدمه انا يا نطلق هو ما يلقى بين البنين يولي يدري لها منكر يقولها انت يا اخدمي وانا ناكل هذه القضية كذا صدقيني أقسم لك بالله راني مع الشعب نهار كامل غير كيما راني نحضر لك صح الريك نتاعها ناشف على 7:30 تديه وبعد تروح تخدم وبعد تروح تولي وهو لا حياة اللي منهم تنادي جاي في القهوة جاي قراع على قراع ويبرو في المستشفى تاعه وقبل الجورنال لا خدمة لا قدمة لا والو فهمتيني ما فهمتينيش؟ أفهمك أنا يا نعرف حاجة برك أنا نعرف حاجة في روحي أنايا أنا المرأة نتاعي ما يشوفها غير ربي مرتي كيهب عليها الريح كيهب عليها وينحي لها العشاره نتاعها انا نحسر روحي باللي مانيش راشد هكذا انا نعرف هكذا علموني والديا مرتي نعرفها في الدار انا كي نلقاها وتحجر بالخبز سي تا بليزيور هذيك هي السيمه نتاعي مش نلقى روحي نكفر على الكوسه رايح نشري الخبز يا ناس اتقوا ربي يا ناس تخرجوا في نساكم خلوا المراه اللي يتيمه خلوا المراه اللي هجاله خلوا المراه اللي عندها وليدات خلوا المراه اللي حالها معليش تخدم في خدمه وظيفه مستوره شي انت مرتك يجيها واحد على 7 تاع الصباح يديها في الترانسبور وتروح انت راك حاسب روحك باللي راسك في السيرفات مو تقي الله ومن بعد تروح ما تلقاش الغداء تاعك تجيبها بيتزا وتجي معاك يبي عقلية خاطئة ونزيد على هذا نطرح المرأة مصطفى اسمحي لي يا مصطفى نقول لك النقطة هذه الأخرى يا مصطفى ما تزعفش يا مصطفى والله ماني نزعف أنا نهضر معاك في الواقع أنا ألفين مرة أقول لهم يا ناس المرأة خلقها ربي للدار خلقها ماهيش عبيد المرأة حنان المرأة حب المرأة كلش المرأة هي اللي تعطيك هي تجيب لك وليدات والوليدات يكبروا وتجيب لك نساء ونساء يكبروا ويتزوجوا شو انت تجيب امرأة لا جبت تراكتور راح تعرف مية تجيب لك قمح ولا سبحان الله لا حول ولا قوة وثاني حاجة حبيت نقول لك أنا على تقولي لي العدوجة لا تكره المرأة تورجين تكره بعضها أي مرأة تكره بعضها والمرأة تكون تحب مرأة تحب بنتها ما تحبش راجل بنت هذه حاجة باينة هذه اللي حتى نفسرها ولا نقولها ما تحبش الربح لبنتها تحب الربح لبنتها وتنحي من عند بنتها وتدي لبنتها هذه حاجة مفروخ منها من يوم يبعثون وراني طولت عليك وسمحي لي يا اختي العزيزه مع كل احتراماتي والله غير صدقيني يا ساعه على بالك بعد ما نكمل معاك والله غنروح نضرب قهوه ديالها تساكم لصقك والله غير صدقيني يا اختي العزيزه راني قلت 2000 مره يا الدار راهي نواره المراه نواره تاع الدار يا ناس الدراهم تاع المراه راهم حرام المراه جبتها لك وبيها باش تحفظ بها وباش توكلها وتشربها وتكسيها وتحترمها ماهيش عبيد راهي امراه اسمها امراه هي ام ولادك تقطع معاها كلشها تجيب معاك وليدات كيفاش انت تاكل لها عرقه ولا تخليها تخدم انت بيدك طلعت على الطمع انت طلعت على الطمع بس تدي لها السملاين نتاعها ولا 1500 نتاعها وتجيك حلوه وتاكلها هنا البو هنا مصطفى احييك اخي العزيز ونحن نحترمك كثيرا ونحترم كل السادة المستمعين يبدو أنه القلوب معمرة يا وليد نحيي كل لحظة